واش الاخوان، مرحبا بكم فيديو جديد مع شاك رايدر. في هذا الفيديو غادي نعرفوا توت لي زافورماسيون ديال لاموطو ياماها تي ماكس، اللي من بينهم تاريخ صنع اول دراجه ناريه والثمن ديالو، والسبب اللي خلى شركه ياماها تصنعو، بالاضافه الى بزاف ديال المعلومات. دونك صديقي، اللي كنتي اول مره تشوف القناه ديالي، خلي واحد سبسكرايب ولايك، ولا بغيتو تقربوا لي اكثر، ولا كان عندكم شي سؤال في نطاق الموتو فلوغينغ، فنخلي لكم انستغرام ديالي في لا ديسكريبسيون. دونك الدراري نبداو. تي ماكس 500 اكس بي هو اول سكوتر تم تصنيعه بواسطه شركه ياماها. بدات التسويق ديال هذا الموتور في اوروبا في عام 2001، حتى 2008 هبطت نسخه جديده، وهذه النسخه تم التوفير ديالها في السوق الامريكيه حتى العام 2009. خرجت لا موتو اكس بي 500 بعد طراز الماجستير اكس بي 250 في عام 1996، واللي كان كيمثل تشكيله كبيره في عالم الدراجات من نوع سكوتر. تي ماكس من الاول كانت كتعرف بمحرك مزدوج الاسطوانه بحجم 496 سنتيمتر كوب. تي ماكس 500 او لا اكس بي 500 كتميز باتا فيتيس اوتوماتيك سلسله مزدوجه موضوعه داخل الذراع التعليق اليسر، واللي تم التبديل ديالو في عام 2012 بحزام اخف. تم اعتبار هذا الموتور من احسن سكوتر ذو اداء عالي، ويجمع بين الاداء الدراجه الناريه والمزايا الحضاريه ومرونه السكوتر. وبالطبع كل حاجه عند المنافسين ديولا في تي ماكس. من بين المنافسين ديولا كاينه الماموتو كيمكو اكا 550، الهوندا الاكس ادي في، بي ام دبليو 650، البياجو الاكس 9، ابريليا سكارابيو 500، بالاضافه الى هوندا سيلفر وينج. والان خلونا نعرفوا كل نوع ديال تي ماكس والموديل ديالو وحتى الثمن ديالو. دونك الاخوان، اول تي ماكس كانت خرجت في 2001، واللي كانت سميتها تي ماكس 500، واللي كانت اول تي ماكس، والثمن ديالها حاليا كيتراوح بين مليون حتى 2 مليون كحد اقصى. ثاني تي ماكس كان خرجات الاخوان هي تي ماكس 2008، واللي كانت هي كتسمى 500، وتعرفات كثر، واللي باقا حتى دابا مطلوبه ودارت اداء محترم، واللي الثمن ديالها كيتراوح ما بين مليون و 5000 درهم حتى 4 مليون. تي ماكس 530 الموديل 2012، واللي كانت قبل من ايرون ماكس، واللي ما كاين بيناتهم تقريبا حتى شي فرق. الثمن ديالها كيتراوح بين 4 مليون حتى 6 مليون. تي ماكس 530 الايرون ماكس، ما هذا الموتور هذا ما يمكنش لي ندوي عليه، لي موتور معروف بزاف، واللي تقريبا هو اللي تعرفت به تي ماكس. طبعا اخوان، الثمن ديالها كيتراوح بين 5 مليون حتى 8 مليون، والموديل ديالها كيبدا من 2015. لا موتو تي ماكس 530 دي اكس اللي بانت في 2017 او لا في اواخر عام 2017، واللي اول لون كان هو هذا، والثمن ديالها حاليا في الجديد هي 13000 درهم، يعني مليون و يعني 13 مليون، وفي القديم كيتراوح بين 8 مليون حتى 11 مليون. تي ماكس 560 2020، واللي اخر تي ماكس موجوده حاليا، واللي كتعتبر احد التي ماكس، والثمن ديالها كيتراوح في القديم من 15 مليون وانت طالع، وفي الجديد في لا ميزون ياماها 17 مليون. بين قوسين، الاثمنه اللي قلت راه ممكن تغير بسبب المدينه ديالك نتايا. دونك الاخوان، تي ماكس كتعتبر من احسن درجات ناريه على مستوى المدينه، مي غير كتفوت المدينه كتولي فحال اي موتور سكوتر، مي راه ممكن تزاد ليها السرعه من خلال وضع التكايه. والاخوان غير كنضحك، المهم الاخوان راه ممكن تزاد ليها السرعه من خلال تغيير لومبرياجات ديالها والكروه ديالها وحتى الكاليات. واحسن ماركه اللي كينصحوا بها كاع الدراري ديال بريباراسيون ديال تي ماكس هي الماروسي. دونك صديقي، كانت هادي هي ابرز معلومات على الوحش تي ماكس. كنتمنى تشجعني بلايك وكومونتير. سو الاخوان، كان معكم شاك رايدار، تشالاو.